الزيارة وزير الداخلية الإسباني هي واحدة ضمن المخطط اللي توصلت له الدراسات المخابراتية الإسبانية واللي قدمتها الحكومة الإسبانية واللي كنا كننبهوا ومن خلالكم كذلك انتم كمنابر إعلامية إلى الدور الذي تلعبه المخابرات خصوصا بالقنصلية الإسبانية بالنادور في تهيئ ودراسة وتقديم دراسة حول المعطيات تتعلق بالمنطقة، ولعل في مرافقة وزير الداخلية من طرف هذه المخابرات خير دليل على ما نقول، لأنها هي اللي عرفت المنطقة بكل تفاصيلها، وبالتالي فرافقت وزير الداخلية في زيارته خصوصا لأنوال من أجل تمجيد الذين جاءوا إلى الاعتداء على أبناء الريف في منطقة أنوال ولقوا حتفهم هناك كمعتدين ليمجدوا، ليتم تمجيدهم اليوم من طرف وزير الداخلية الإسباني. وأعتقد على أن هذا اعتبر داخل اللجنة التنسيقية بمثابة تحدي لمشاعر المغاربة، والحكومة المغربية وحدها تتحمل مسؤولية تبعات وانعكاسات هذه الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الإسباني لمنطقة تمسمان وأنوار. التزمنا الصمت في انتظار استجمع مجموعة من المعطيات لأقدمها للزملاء. مباشرة بعد زيارة وزير الداخلية في 48 ساعة كانت هناك زيارة أخطر منها، هي المتمثلة في زيارة قام بها رئيس مجلس النواب الإسباني للمدينة المحتلة بعد 48 ساعة من الزيارات اللي قام بها وزير الداخلية، اللي قام بها نهار الحد الحسيمة وما جاورها الاثنين، زيارة رسمية لمليلية أعلن فيها عن مجموعة من الميساجات موجهة إلينا كمغاربة بطبيعة الحال. قلت تلتها زيارة وزير الرئيس مجلس النواب، وتلت كذلك هذه الزيارة بطبيعة الحال إعلان وزير التجهيز الإسباني على قرار مفاجئ لم يكن في المسمات، يتعلق بتوسيع ميناء مليليا بغلاف مالي قدره 3.5 مليون أورو لتوسيعه ليضاهي ميناء دورتموند وسنغافورة وبعض موانئ أخرى في المنطقة. بعد هذا الشيء كله أمس كيجي واحد المخطط آخر أصعب وأخطر، يتمثل في الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس إطار مشبوه هو اللي غادي يتولى الدفاع عن قضايا المجتمع المدني بالريف. من خلق هذا الإطار هو الحزب الشعبي بمليلية. الاجتماع تعقد البارح واستدعوا له شخص، شي واحد سميتو حميد النعيمي اللي كان عنده شي جريدة هنا في الناظور بطبيعة الحال، هذا غادي نوصل له. تندار واحد الاجتماع البارح في مقر ما يسمى بالجمعية الإسلامية بمليلية، حضروا سي ميمون البالي الرئيس السابق ديال الجمعية الخيرية، حضروا السي فكري إدريس رئيس الجمعية الإسلامية، حضروا بن يحيى عبد الرحمن هذا اللي كيسمي راسو الناطق الرسمي بالجمعية الإسلامية، بينما آذان الفجر يؤذن عليه وهو في البارات وفي حانات مليلية ويتحدث باسم الجمعية الإسلامية، ويتوسطهم هذا حميد النعيمي اللي غادي يرجع له وشخص آخر قريب منا من ترقع اسمه هو الحرتيتي. قبل أن أواصل الحديث عن هذا الموضوع لا بد أن أعبر باسم اللجنة التنسيقية عن تضامننا المطلق مع الفريق الاشتراكي في مجلس النواب اللي ذهب ضحية الحكومة المغربية التي رفضت إدراج أمس أو يوم عفوا يوم الثلاثاء يوم الاثنين عدم إدراج سؤال آني قدمه الفريق الاشتراكي للحكومة حول زيارة وزير الداخلية. ما كتكون واحد اللي ما عنده ما يجاوب ما عنده ما يقول بطبيعة الحال تيرفض الجواب لأنه ما عنده ما يقول.
تقول لي لا علم للحكومة المغربية بزيارة وزير الداخلية الحسيمة، تقول لك كتكذبي الحكومة، إن هذا وزير الداخلية دخل في الصباح ورجع مع العشية ومشى من هنا من طريق برينصار حتى الحسيمة ورجع، ما كان لا مبرر لأي جواب ينكر أو تقول شي حكومة تقول بأن هذا وزير ديال الدولة جا سرا إلى المغرب. هذا كلام أرجوكم في 2012 أنه أصبح كلام مرفوض وغير مقبول. يقولون الصراحة، يقولون الواقع شنو كان، أن هناك مخطط إسباني جهنم. قلت بأنه أمس كان هناك اجتماع أسفر عنه تكوين ما سماه البعض بلجنة تحضيرية لتأسيس إطار جمعوي ريفي للدفاع عن المجتمع الريفي بطبيعة الحال، ويتكون من الأسماء التي ذكر. خصكم تعرفوا بأن هذا الاجتماع اللي تندار البارح في المقر ديال الجمعية الإسلامية، كنت كنستنى تجي الفرصة باش نوضح، وتعجب لي نوضح، كنوضح بالأسماء أسميها بمسمياتها. هاد بن يحيى عبد الرحمن يجب أن يعرف الزملاء في ظرف 20 يوم أدلى بمجموعة من التصريحات اللي ما خلى ما قال في الثوابت المغربية وفي مشاعر ديال المغاربة ومن مس بالوحدة الترابية وغير ذلك. اليوم يستضيف واحد شخص معهم، هاد سميتو حميد النعيمي. استغرب لما كان سمع انا وكنشوف شي واحد تسميه لاجئ سياسي، هذا سب الناس، هذا ابتز الناس، هذا اتهم الناس بواحد العدد ديال الاتهامات، توبع امام القضاء، القضاء بنزاهته واستقلاليته قال كلمته، والضحايا لا زالوا متمسكين بمطالبهم المدنيه. جينا هذا لاجئ سياسي، فالان يستعمل العوبه في يد الحزب الشعبي اللي خلال الندوه دار واحد خلال تاسيس هاد اللجنه التحضيريه امس بمقر الجمعيه الاسلاميه ادلى بتصريحات خطيره في حق جهاز امني مغربي، جهازه هو الاخر مستهدف من طرف المخطط ديال الحزب الشعبي. هذا مخطط طويل الاخوان، مخطط طويل بطبيعه الحال، يريد الحزب الشعبي انه يوصل له عن طريق. دابا اش كيدير لنا الحزب الشعبي في مليليا؟ تيدير لنا تيقول كل شيء هاد الجمعيات اللي عندكم في الريف مادام هي كتشارك في الوقفات امام القنصليه امام الحدود وتستفز الاسبان وكتستنكر الزياره ديال وزير الداخليه، حنا اللي غادي نخلقوا لكم الاطار الجمعوي اللي يمكن ينشط في الريف وعنده الدعم بطبيعه الحال. وراه الزياره ديال انوال، زيارة رئيس مجلس النواب الإسباني لمليليا وتوسيع ميناء مليليا، والضربة الآن اللي موجهين لنا عن طريق الميناء اللي كتعرفوا بأن دابا الجالية المغربية نسبة قليلة اللي بقات كدوز على الميناء برينصار استطاعوا يروجوا الميناء مليليا، هذه كلها كتدخل في إطار المخطط الجهنمي ديال الحزب الشعبي. لا يمكن لنا أن نسكت، وبالتالي نطالب الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها وبتوضيح ما يجري للرأي العام. ما يجري بمدينة مليليا هو خطير للغاية، وراه لم أستدعي ولم أدعو إلى عقد هذا اللقاء الصحفي إلا بعد أن توصلت بمعطيات مهمة ودقيقة وخطيرة حول هذا المخطط الذي شرع في تنفيذه، وما اللجنة التحضيرية التي تأسست أمس ومعهم هذا البيتاق المدعو النعيمي اللي جابوا حتى هما داروه في الأخر ووفروا له الإقامة بمليليا الى غايه 30 من هذا الشهر ديال يوليوز، هو مستقر في مليليا على نفقتهم بطبيعه الحال، ودخول جهاز ديال التلفزيون ديال الحزب الشعبي معهم في المعمعه حتى هو ماشي بريء. هذا مخطط خطير يستهدف المنطقه. اوجه ندائي الى كل فعاليه، الى كل الغيورين، الى كل النشطاء الجمعويين الاعلاميين، إلى وضع اليد في اليد من أجل إفشال هذا المخطط اللي بطبيعة الحال كيستهدفنا وتستهدف الاستقرار ديال المنطقة.